كل المصريين الآن بيتابعوا مباراة منتخب مصر اللي متقدم بهدف نظيف أمام السودان في الشوط الأول، وطبعا كلنا يعني حتى هذه اللحظة بنتمنى كمان أن منتخب مصر يعني يحصد كمان جول والناس كلها بتتابع. لسه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة هو اللي أحرز الهدف في الدقيقة 35، والمباراة زي ما حضراتكم عارفين ضمن ختام منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 اللي بيقام في الكاميرون. في حال فوز المنتخب أمام السودان سيصعد رسميا كتاني للمجموعة إلى الدور الـ16 وفي رصيده 6 نقاط. ولمعرفة ملامح كتير عن أداء المنتخب تعالوا كده سريعا نحاول، يعني زي ما أنتم شايفين دي بعض اللقطات، أعتقد دي كانت من الاستعدادات وده من المران اللي كان موجود كانوا بيتمرنوا. أنا عارفة يمكن وانا جايه على الاستوديو احنا بنبدا التاسعه كل الناس الحقيقه عندها حماس، وكلنا اكيد يعني نفسنا ان المنتخب يحقق فوز في هذه المباراه، وان شاء الله يعني يكون الشوط الثاني يكون فيه كمان يعني لعب افضل وتحقيق افضل، يعني نتمناها اكيد. يعني زي ما انتم شايفين دي الاستعدادات اللي كانت قبل المباراه في الكاميرون، وكان في استعدادات كثيره وفي امنيات وفي يعني احلام ان احنا نحقق شويه. زي ما انتم عارفين الشعب المصري كله عاشق للكره، الكره هي معشوقه الجماهير زي ما بيقولوا، والناس كلها يعني كانت يعني عندها كده قلق وزعل من المباريات اللي قبل كده، وكان نفسهم ان منتخب مصر يكون فيه تمثيل افضل ويكون فيه يعني لعب يعني احلى واحسن. لكن خلينا في مباراه اليوم، خلينا يعني عندنا امل ان احنا ان شاء الله في الشوط الثاني يمكن كمان نتقدم بهدف ولا اكتر، يعني خلينا كده عندنا تفاؤل. عموما احنا في التاسعه معاكم على الهوا وان شاء الله نحاول يعني نقول لكم كل الاخبار. خلينا الان يعني ننتقل الى الناقد الرياضي احمد درويش. مساء الخير يا فندم. طيب لحد ما يجي يعني الناقد الرياضي احمد درويش اللي احنا بنحاول ان احنا نكون معاه ايضا على الهواء، انتوا عارفين الناس كلها بتتابع المباراه وفي اي وقت هينضم لينا ان شاء الله نعرف منه تفاصيل كتير. اليوم خلال اجتماع الحكومه اشاد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالنجاح الكبير اللي حققته النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم. اكد رئيس الوزراء ان الحكومه بصدد العمل على ترجمه كمان التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي في ختام فعاليات المنتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية. وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني. نقف هنا لأني أنا سعيدة جدا بهذا الإعلان من السيد الرئيس، لأنه الحقيقة دايما بشوف أنه المجتمع المدني هو يعني منوط به أنه يساعد الدولة. المجتمع المدني يعني لما بنتكلم على دول كتير متقدمة وطول الوقت نشوف بتلاقي فيها المجتمع المدني عنده نشاط رائع، وطول الوقت المجتمع المدني بيبقى ممثل في أفراد وفي هيئات وفي أيضا جمعيات أهلية كلها بتساعد وكلها أحيانا تتقدم في دول، أحيانا تتقدم الحكومة والحكومة تليها. يعني بالتالي يعني مين بيبدأ مش مهم، المهم أنه الوطن يبقى في النص، يعني طول الوقت الناس تساعد. فالمجتمع المدني عليه فعلا أنه كمان يقدم أدوار مختلفة وتبقى أدوار بتساعد الدولة وبتتوازى أحيانا في حاجات كتير جدا، خاصة في أشياء اجتماعية كثيرة. كمان أشاد دولة رئيس الوزراء بإنشاء كمان منصة حوار فعلا بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة. وده اللي اتكلمنا فيه بالأمس أيضا كمان يمكن مع الوزيرة نبيلة مكرم، وكنا بنتكلم قد إيه يعني في مبادرات كثيرة جدا لريادة الأعمال، وده مهم لأن أنت في هذا التوقيت كمان بتؤمن بالمشروعات الصغيرة وبتدعمها. المشروعات الصغيرة كمان انتشار
انتشارها مش بس في القاهرة ولكن على مستوى محافظات مصر ممكن يعمل طفرة كبيرة. أولا بيشارك فيها الشباب، بتشارك فيها أسر، بتشارك فيها النساء، يعني فأنت تقدر يعني تعمل بيها حاجات كتيرة جدا مختلفة. طيب النهاردة كمان يعني طول الوقت إحنا عارفين إنه فيروس كورونا مش يعني بيحيط العالم كله، وأخباره منتشرة طول الوقت، الناس بتتابع إجراءات احترازية كلنا لابد إن إحنا نتمسك بيها طول الوقت. اليوم خلال اجتماع الحكومة شدد رئيس الوزراء على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية غير الملقحين، يعني الناس اللي واخدة لقاح هم دول اللي مسموح بيهم دخول المؤسسات الحكوميه، وده ليه؟ لمصلحه الناس، ولان احنا عايزين نامن اكبر عدد من الناس، وتفضل كمان المؤسسات تعمل بكفاءه مختلفه طول الوقت، واكد ان الدوله قررت كمان وفرت كل انواع اللقاحات، فما فيش مشكله ان الناس تروح ويعني وتاخذ اللقاح ويبقى اللقاح متاح معانا طول الوقت. خلينا كده نروح في مداخله مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ونعرف منه مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا شفكي، تحياتي لحضرتك فهم ولمشاهدي حضرتك الكرام. يعني عايزين نتكلم على يعني هذا التحديد، ويمكن اتكلمنا فيه قبل كده يمكن من فترة بأنه يعني سيد رئيس الوزراء قال لن يسمح لأي أحد غير حاصل على لقاح بأنه يدخل المؤسسات الحكومية، فكلمنا عن يعني هذا التصريح اليوم. أستاذ شفقي، خلينا نرجع بالذاكرة إلى البدايات الأولى لانتشار الوباء للكورونا. تمام. هي في البدايات الأولى لم نكن نملك لا من المعلومات ولا من الآليات التي تجعلنا نقول بوضوح كيف نتمكن من تقليل معدلات الانتشار، كيف نتمكن من تقليل معدلات دخول المستشفيات، كيف نتمكن من تقليل معدلات الوفيات. النهاردة إحنا بوضوح وبصراحة نملك أجوبة واضحة. اللقاح، من لم يتلقح أرجوك اذهب وتلقى اللقاح، من تلقى جرعة واحدة وتكاسل عن تلقي الجرعة الثانية اذهب فقد مكنتك وزارة الصحة من الحصول على الجرعة الثانية، من حصل على جرعتين ومضى عليه 6 أشهر اذهب وتلقي الجرعة المعززة، المرحلة العمرية من 12 ل 18 سنة شجعوا واحرصوا على أن يأخذ أولادكم اللقاح. فالحقيقة عندنا إجابة، وفي إجابة تانية بتقول التزموا بالإجراءات الاحترازية، التزموا بالكمامات المعتمدة، التزموا بالتباعد الاجتماعي، التزموا بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، التزموا بعدم التباعد. فالحكومة والدولة بتوجيه مباشر من السيد الرئيس وفرت جميع أنواع اللقاحات. تمام. ويسرت للناس الحصول على اللقاح، فلم يبقى إلا أن احنا ننفذ، نجاوب بقى، لم يبقى إلا يعني التنفيذ نجاوب. طيب يعني أنا على السؤال. بالتالي برضو يعني أحب في وجود حضرتك أحب أعرف هل يعني عدد الناس اللي حصلت على اللقاح هو بالعدد المطمئن والكافي، ولا مازال برضو إحنا بحاجة لأن الناس تستجيب أكثر وأكثر؟ لا، الحقيقة لن نصل إلى العدد المطمئن والكافي حتى نصل إلى 100% من الفئات المستهدفة. إحنا ما زلنا في 40% من الفئات المستهدفة. عندنا ما زال هناك 30% ما زالوا لما يأخذوا اللقاح بسبب إن هم ما راحوش، مش بسبب إن اللقاح مش موجود، اللي هو مش عدم بسبب الالتزام، مفيش كل الأنواع. يعني الدولة وفرت زي ما حضرتك قلت لقاحات، المراكز اللي موجودة بقت أكثر بكثير، ومراكز كمان موجودة ومتوفرة طول الوقت، وفي بقت مراكز كمان موجودة في أماكن كتير، يعني مش بس في الأماكن الرسمية، ولكن بنسمع عن نوادي، بنسمع عن مراكز، بنسمع حتى عن سيارات في الشوارع موجودة ومتاحة للخدمة. يعني فرق متنقلة تتحرك للناس، في المترو في مراكز لتلقي اللقاح، في المولات في مراكز لتلقي اللقاح، في الجمعيات العمومية للأندية في مراكز لتلقي اللقاح، في الاحتفالات بالأعياد والمناسبات في مراكز لتلقي اللقاح، في المؤتمرات، في الندوات. هي يعني لم يبقى إلا أن احنا نطرق على الناس الأبواب في بيوتهم ونقول لهم تلقحوا. يعني طيب عايز اسال حضرتك عن الجرعه التعزيزيه، البوستر زي ما بنقول، وان في ناس حريصه وبتسال وبتروح، وفي ناس من نفسها كمان بقت تروح، وفي ناس ما بقتش تستنى الرساله، هل الناس تستنى الرساله ولا الناس تروح؟
لا، هي الناس تسمى الرساله بس، لانه الرساله هي الفاصل الدقيق ما بين الستة شهور من عدمه. تمام، فجات لك الرساله، ده معناه انت فعلا مضى عليك تستحق، 6 اشهر. يعني جات الرساله فانت تستحق. بالضبط. طيب، في احيان بعض الناس مثلا بتجيلهم الرساله وما يبقاش قادر الوقت، فبيسمع احيانا من الاب اللي موجود انه انت قدامك يعني 48 ساعه وبعدين تسقط الرساله، هل بيقدر يجددها بعد كده بالتسجيل مره لا، تانية؟ هو قدامه 3 ايام، ثلاثة ايام. 3 ايام. طيب، عايزين برضو نعرف بالنسبة لهذه اللقاحات اللي موجودة في مصر، طمئنا برضو على طريقة التخزين ووجودها وعددها وحفظها. يعني اللقاحات اغلبها تخزن في درجه حراره ماينس 8، اللي هي درجه حراره الثلاجات العاديه. ما يحتاج الى درجه حراره مرتفعه، الحمد لله، درجه حراره منخفضه بشده اللي هي ماينس 80. فالحمد لله الدوله المصريه وفرت الاماكن التخزين المناسبه. احنا يمكن بالاضافه الى ذلك، يعني بالاضافه الى ما هو موجود حاليا، كان في توقيع اتفاقيه منذ بالامس مع الجانب الصيني لانشاء اكبر مجمع تخزين لوجستي للتبريد في باكسيرا. فالحقيقه الدوله وزي ما حضرتك شايفه، هناك متابعه مباشره من السيد رئيس الجمهوريه. النهارده كان مع السيد مستشار سيادته في اجتماع لمتابعه الوضع الوبائي، وفي توجيهات صدرت من سيادته بعد الاجتماع على طول. يعني هناك متابعه مباشره، هناك لجنه عليا برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء تضم الوزراء المعنيين، هناك لجنه طبيه السيد القائم بعمل وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار يتابع بشكل لحظي الوضع الوبائي، معدلات التلقيح، الاجراءات الاحترازيه. فالحقيقه يعني لم يعد لاحد عذر الا انه هو بيضر نفسه وبيضر المجتمع. طيب، خليني برضو أرجع يعني أأكد وأطمن من حضرتك على مستشفيات العزل، توفر الأسرة، المراكز اللي الناس ممكن تلجأ يعني هو حد الحمد مثلا. لله أنه على الرغم من ثبات معدلات الدخول المستشفيات مع ارتفاع الأعداد، إلا أن الدولة موفرة مستشفيات بكاملها للعزل، سواء كانت تتبع وزارة الصحة والسكان أو تتبع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية، وبالإضافة إلى أقسام داخل المستشفيات سواء حكومية تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية للعزل. الحقيقة عندنا من الأسرة ومن الأدوية وعقد مع الأدوية الجديدة، وعندنا مخزون كافي من الأدوية. الأكسجين الحمد لله في مخزون، ولم نشهد أي نوع من أنواع النقص في الأكسجين. الواقيات، يعني الحمد لله هناك مبالغ بيتم تخصيصها كتعزيز إضافي لتوفير الواقيات والمستلزمات والأدوية واللقاحات. عموما نتمنى في النهايه دكتور حسام عبد الغفار ان يلتزم المواطنين، يعني المواطنين عليهم انهم يلتزم، لان ده من اجل الصحه، وان يكون فعلا في اقبال اكثر واكثر على تلقي اللقاح، لان هو الحاجه الوحيده الامنه حتى الان. يعني فنتمنى ذلك، ان الناس هتسمع الكلام اللي حضرتك قلته، واحنا طول الوقت في التاسعه بنحاول نقول انه الاجراءات الاحترازيه دي بتامننا جميعا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب، زي ما انتم شايفين احنا بنحاول برضو، وده شيء ناس كتير جدا عارفة، انه في انتشار للأوميكرون وفي انتشار للحاجات. الحاجة الوحيدة للناس اللي لم تتلقى اللقاح انها بجد تبقى حريصة على هذا اللقاح، حتى لو في ناس يعني الوقت ما سعفهاش دلوقتي في اماكن كتير جدا للجرعة الاولى والجرعة التانية، الناس تبقى حريصة ونساعد الناس اللي ما خدش، نقدر كمان ان احنا نساعده. بالنسبة يعني اخر يعني جرعة تعزيزية زي ما دكتور حسام تفضل، فهي لابد انه هيجي دايما لينا رسالة، لان كلكم اللي خد اللقاح فهو اسمه مسجل على السيستم او على النظام الخاص بوزارة الصحة، فهم هيبعتوا له بالتالي بانه جه الدور او جه الوقت لتلقي الجرعة التعزيزية. هنكمل معاكم وما زلنا بنتابع مباراة مصر ومنتخب مصر والسودان، وحتى هذه اللحظة ما زال منتخب مصر متقدم 1-0 في الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية. نتمنى الخير وإن شاء الله يكون عندنا أخبار حلوة. فصل قصير ونعاود معكم فقرات التاسعة لهذه الليلة، تفضل.
ما زلنا مع حضراتكم. أنا عارفة الجميع بيتابع مباراة منتخب مصر والسودان في الكاميرون، ومصر متقدمة حتى هذه اللحظة 1-0. نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخبنا، وحنتابع معاكم طول الوقت في التاسعة. هنروح الآن للخبر ده. خلينا كده نحكي الحكاية دي. إحنا عارفين إنه تداعيات كورونا على الصحة فيها جدل كبير، وكمان تداعيات مختلفة، آخرها بعد إصابة النجم النادي الأهلي المغربي بدر بنون بفيروس كورونا. الجماهير توقعت يعني عودته سريعا، لكن الأطباء الحقيقة اكتشفوا إصابته بالتهابات في القلب، وتستوجب طبعا هذه الإصابة راحة لمدة شهر. الحقيقة بدر بنون كمان كان من يعني لاعب يعني ليه مستوى كبير في العالم، والسؤال هنا هل تؤثر كورونا بالفعل على عضلة القلب؟ الناس الحقيقة عايزة تعرف يعني هل هي لها تأثير على عضلة القلب؟ خلينا نعرف ده من خلال طبعا هذه المداخلة مع دكتور رمضان غالب، رئيس قسم القلب مستشفى أسوان الجامعي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني لانه في تداعيات لكورونا، وفي طبعا يعني كلام كتير وفي جدل كتير، فالحال الخاص بتاع اللاعب بدر بنوب كل الناس الحقيقه بتعلق، هل ده ممكن يكون يعني كورونا اصابت عضله القلب؟ برضو نعرف يعني الراي الطبي بيقول ايه. اتفضل. اولا اسمح لي حضرتك يعني اقدم خالص التعازي لحضرتك والتلفزيون المصري والاعلام العربي في وفاه الاستاذ وائل البراشي. طبعا الله واسع رحمته. اشكر حضرتك جدا. وله فسيح جنته ان شاء الله. أكيد. اولا حضرتك يعني مرض الكورونا يعني انا لي اعتراض على ان هو يسمى مرض تنفسي، لانه المرض ده بيصاب جميع اعضاء الجسم. تمام. ومنهم طبعا اهم حاجه مرض القلب، ونسبه كبيره من المتعافين من مرض كورونا ممكن حضرتك يكون عندهم مضاعفات للقلب. تمام. وخاصه الناس اللي هم يكون عندهم مشاكل للقلب قبل الاصابه. تمام. ولذلك احنا يعني التطعيم بنقول دايما ايه ذوي الامراض المزمنه وخاصه امراض القلب والشرايين لازم دول نديهم التطعيم بسرعه علشان حمايه ليهم من خطر الاصابه والمضاعفات اللي ممكن تحصل بعد كده. تمام. ولكن الناس اللي بنشوفها بعد التعافي من كورونا بيكون فعلا عندهم مضاعفات في مرض القلب. والمضاعفات دي حضرتك مش بتقتصر على كبار السن فقط، ولكن لا في بعض الاطفال بيصابوا بحاجه بمرض خطير جدا اسمه التهابات الاوعيه الدمويه، او بنسميه لايك كواساكي ديزيز. أيوة. وده مرض نادر بيظهر، كان ظهر في بعض الاطفال في اليابان، وظهر في بعض الحالات اتسجلت في مصر وفي فرنسا وفي ايطاليا اللي هي كان عندها بعض الاصابات الخطيره في الاطفال، وكان بيحصل لهم حاجه اسمها التهابات حاده في الاوعيه الدمويه. ولو تم اكتشاف المرض ده بدري مع بعض الاصابه بكورونا بيتم علاجهم بسهوله وبيسر. دي بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار طبعا بيكون اهم مضاعفات عندنا هي التهابات عضله القلب، وبنسميها فايرال مايكارديتس، اللي هي اصابه في عضله القلب نتيجه الكورونا فيروس، ودي الحالات اللي احنا ممكن نشوفها ما بعد التعافي من هذه المرض. فالتهاب عضله القلب ده وارد طبعا حضرتك، وارد ان هو يكون كجزء من المضاعفات اللي هي ممكن نشوفها بعد الاصابه بعضلات القلب. ولو تسمحي لي حضرتك ان في بعض الملاحظات اللي ممكن المريض. طيب. اتفضلي. تمام يا دكتور، يعني يمكن برضو اسمح لي ببعض التساؤلات اللي الناس هتبقى بتسالها طول الوقت. هل ده ليه علاقه مثلا لو انا شخص مثلا مدخن، هل هي هو ليه علاقه بالتدخين فبالتالي لما تعرضت لفيروس كورونا فتمت الاصابه يعني عضله القلب تاثرت؟ هل ليه علاقه برضو لو انا شخص عندي يعني ضغط او يعني ارتفاع في الضغط، حد عنده اي شيء مزمن، يعني هل ده ليه علاقه بالاشياء دي ولا ممكن من غير اي علاقه بهذه الاشياء؟ اولا حضرتك ممكن يعني وجود حضرتك الحاجات اللي قلتيها التدخين والضغط والسكر هو بيزيد من نسبه الاصابه بالتهاب عضله القلب والتهابات الشرايين اكثر من الاشخاص العاديه. ليه؟ تمام. التدخين والسكر والضغط بيعمل حاجه اسمها زياده في نسبه التخثر والتجلط بتاع مرض الدم. اللي هو مرض الكورونا اساسا بيزود نسبه التخثر والتجلط في مرض الدم، فبيزود نزوجه الدم، فبيدي فرصه اكبر ان ممكن يحصل عندي جلطه في الشريان الساجي او جلطه في الشريان الرئوي او اضطراب في عضله القلب او تضخم اللي احنا بنقول عليه تضخم في عضله القلب ما بعد الاصابه بالكورونا. لانه احيانا التدخين بنعرف بيسد الشرايين زي بالزبط. الناس مثلا بيبقى عندها دعامات مثلا فبيسد الشرايين فممكن يؤثر يعني. بالظبط يا فندم، لانه بيعمل زياده في لزوجه الدم، يعني
يعني حضرتك لما تلاقي واحد مدخن وزاع تلاقي وشه بدل ما هو احمر ازرق، ليه؟ علشان في زياده في نسبه ايه؟ اللزوجه ونقص في الاكسجين، فبيساعد على تجلط الدم. طيب مرض الكورونا زي ما احنا عارفين ان هو بيسبب تجلطات، والتجلطات دي ممكن تصيب الشريان الرئوي او الشريان التاجي، او تعمل تضخم في عضله القلب وهبوط في عضله القلب. ومن فضل ربنا ان الهبوط ده بيحصل له ريكفري، ان هو ممكن يرجع للطبيعي من خلال من 3 لـ6 شهور بعد ما بناخد العلاج بتاع هبوط عضله القلب. ولو تسمحي لحضرتك يعني لو الوقت يعني خلينا بس خلينا نقف هنا مع حضرتك. اذا لو عضله القلب مثلا يعني اصيبت من الكورونا او تداعيات كورونا زي ما بيقولوا عليها بوست كوفيد، يعني ده لو حصل ففي ادويه ممكن ترجع كفاءه العضله تاني زي ما كانت. فاذا اللاعب بدر بنوب ده زي ما الاطباء نصحوا انه لا لسه قدامه شهر، فواضح انه الشهر ده هو نوع من انواع النقاهه والعوده تاني، انه يعني عضلة القلب ترجع يعني بنفس إمكانياتها يعني بقوتها. تمام. طيب حضرتك عايز تقول ايه؟ كان في بعض العلامات بس، يعني ارجو ان الناس مثلا تبقى في دماغنا لو احنا حسينا ببعض الاعراض بوست كوفيد او يعني في نهايه التريتمنت بتاع الكوفيد، ان احنا نتوجه لفحص موضوع القلب. الارهاق الشديد والم الصدر اللي هو زياده عن اللزوم، يعني انا ابتديت اتعافى من كورونا ومع ذلك برضه لما امشي بنهج او حاسس ان في الم شديد في صدري. الحاجه الثانيه ان انا ممكن لو لقيت مثلا ان في عندي نقص الاكسجين مش راضي يتحسن، يبقى لازم ادور على دكتور قلب، ان نقص الاكسجين ده هياثر. يعني حضرتك بتنصح انه لو انا كنت مريض كورونا لازم اتابع نفسي تماما، يعني ما استسلمش حسيت بالم في الصدر، نهجان، اي شيء، لازم اعاود الطبيب بتاعي سريعا. يعني وخاصه بالحاجات اللي بقول لحضرتك عليها دي، الام الصدر، زياده في ضربات القلب، حدوث خفقان، الام متكرر بالصدر، لازم اراجع دكتور قلب واعمل رسم قلب واعمل اشعه اكسجينيه على القلب عشان اتاكد ان ما فيش مضاعفات للكورونا. طيب رسم القلب والاشعه على الصدر، يعني في ناس اول ما بيعرفوا عندهم كورونا حتى من قبل ما يعملوا المسحه، احيانا الناس بتعمل الـ يعني الاشعه حتى احيانا قبل المسحه عشان يطمن على صدره. حضرتك بتنصح بعد انتهاء كورونا يبقى في تاني رسم قلب ويبقى في تاني اشعه تانيه؟ اشعه اكسجينيه على القلب، على القلب بالذات اللي هو الايكو اللي احنا بنشوف بيه علشان نطمن على عضله القلب، ورسم القلب بنطمن بيه على الشرايين التاجيه اللي هي ممكن قد تصاب ما بعد التعافي من الكورونا ان شاء الله. تمام. دكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب مستشفى أسوان الجامعي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما انتوا يعني احنا لازم طول الوقت على فكرة دلوقتي في وجود كورونا، لأنه حاجات كتير بيتم استكشافها، العالم كله بشكل عام انت طول الوقت بتشوف في ابحاث موجوده طول الوقت في العالم بشكل عام، وكل المعامل بتبحث وكل المستشفيات بتبحث. فاذا احنا لازم نراقب نفسنا كويس جدا، والاهم ان انا يعني عشان ابعد عن كورونا اخد اللقاح عشان ده بيقلل من المضاعفات زي ما قالوا، واني كمان حتى بعد اللقاح اخد بالي من نفسي، اخد بالي من مناعتي، من اكلي، من الحركه، من اني دايما يبقى عندي الكمامه بالذات في الاماكن المغلقه علشان يعني اقدر ان انا احمي نفسي قد ما اقدر. لو حصل وانه اي حد اصيب بكورونا لازم يتابع نفسه جيدا، حس ان هو مش تمام ومش منضبط لازم يروح للطبيب على طول علشان كل حاجه ممكن يبقى لها حل سريعا خاصه في اولها، وربنا يامن الجميع. طيب تعالوا نروح للخبر التاني، وده خبر الحقيقة من الأخبار الإنسانية. يعني أحيانا بيبقى فيه أخبار إنسانية وانت لما تشوفها كده تقول يا شوف الدنيا، شوف النصيب. ولو نفتكر الخبر اللي أنا هقوله لكم ده اتعمل زيه فيلم كأنه مبارح. الفيلم كان فيه محمد الشرنوبي وكانوا أهله برضو يعني بيدوروا على ابنهم اللي ضاع وتاه، وبعد كده لقوه لما بقى عنده حاجة 20 سنة. القصة اللي أنا بقولها دي شبه قوي المسلسل ده، تعالوا نشوف القصة دي. قصة حقيقية اللي أنا هقولها ده لا فيها كاميرا ولا دراما، دي قصة من الواقع. القصة بتقول إيه؟ بعد غياب 13 عام الصدفة والفيسبوك هم اللي تسببوا في عودة شاب من إسنا لأهله. ازاي بقى؟ انتشرت صورته على الفيسبوك، وطبعا الحكايه كانت مؤثره، وانتوا عارفين ان الناس على طول بقت دلوقتي متواجده طول الوقت على الفيسبوك وطول الوقت الناس بتتابع، فالحكايه كانت مؤثره جدا والناس طول الوقت ايه قاعده تتابع. فواضح انه الناس يعني بدات تشاير لحد ما اهله وصلوا له ازاي، حالته ايه، ايه اللي حصل. ده اللي هعرفه من يعني الاستاذه زينب حامد
الضوي، وهي شقيقة الشاب محمد حامد الضوي اللي كان متغيب منذ 13 عام. هي كمان فكرة للناس اللي بيحصل إنه طفل بيتوه، حد بيتوه، إنه ممكن دايما يبقى فيه أمل، خاصة الآن سوشيال ميديا بقت يعني سريعة والناس الحقيقة بتستجيب. خلينا نكلم أستاذة زينب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني احكي لي كده، يعني احكي لي كده زينب، الحكايه جت ازاي؟ يعني شقيقك او اخوكي كان عنده كم سنه لما تغيب؟ والله كان عنده حوالي 16 سنه 17 سنه زي كده. وتغيب يعني تاه يعني. مشي. هو كان هنا في عندنا بيشتغل وكده، وبعد كده الصراحه حصل يعني مع ابوه اتخانق كده فمشي. يعني هو مشي، هو ساب البيت بإرادته يعني. مشي بس. فكان تمام. بيتواصل معايا وبيكلمني وكده، طب هتيجي حاجه. كان بعد كده لحد في سنه كده وفقدنا الاتصال بيه خالص نهائيا، ما بقيش يتصل بيا، ما بقيش يرن عليا، بقينا نسال الناس طب واصحابه طب ما بنشوفوش، طب ما بنشوفوش. قعد 13 سنه ما تعرفوش عنه حاجه ولا اي حاجه لحد ما حصلت الثوره وكده، وبعد كده فقدنا الامل نهائيا، قلنا لا ده خلاص اكيد مات. بس فما عرفش يعني لحد الساعه دي ولحد ما شفنا صورته على الفيس. شفتوها ازاي على الفيس؟ يعني ايه سبب ان صورته كانت موجوده على الفيس؟ مين حط صورته؟ والله هو انا بصراحه كنا قاعدين كده، هو في بيت ابويا كده في بقال. فنده عليا بيقول لي تعالي شوف الصوره اللي على النت دي. بقول له صوره مين؟ فببص كده عليه بقول له ده ايه ده، شبه اخويا اشرف. هو لي اسم كان اسمه محمد في البطاقه واشرف كنا بنناديه بيه. انتوا بتقولوا له يا اشرف. فحد قال لك تعالي شوفي صوره اخوك اشرف موجوده اهي. بس بصينا فيها كده، بس طبعا الصوره تبص فيها يعني صراحه حاجه تحزن. بس ندهت على والدتي وندهت على والدي، يعني هم كبار في السن شوية، بس أبويا بدأ بيجي يدمع. بس هو طب معلش استنى، طيب هنتأكد إن جينا رقم من أستاذ محمد حسين. أستاذ أنا جيت أرن عليه مشغول. والدتك موجودة يا زينب؟ موجودة بس طبعا تعبانة يعني شوية. طيب يعني والدك يعني والدك هم يعني كانوا يعني فرحوا ان هم اخيرا محمد هيظهر او هيبان؟ هم مش مصدقين. هم رغم ان هم متأكدين ومحاسين ان هو ده ابنهم، بس هم خايفين يعني يقول لا ما يطلعش هو. ايه اللي ضايقك في الصورة؟ شكله، حالته يعني. مثلا انا شفته كده بس يعني قلت اخويا يعني لا، بس زي بتوت الشوارع بقى اللي هم متسولين بقى، ما عندوش، ما فيهوش عقل، ما فيهوش مخ، ما فيهوش اي حاجه. شفت الصوره كده حزنت. طب والصوره كانوا حاطينها ليه؟ يعني الناس احيانا لما بتحط الصور بتقول مثلا حد محتاج مساعده، حد تايه، يعني ايه الكلام اللي كان على الصوره؟ المنشور ان هو بيقول ان هذا الشاب موجود في القاهره، من يعثر على اهله يرجى التواصل. يعني مكتوب زي اشاء، يعني ناس بيناشدوا الناس انه الشاب ده موجود في القاهره، ولو في حد شافه يبلغ اهله. يبلغ اهله. طيب عملتي ايه بعد كده بقى يا زينب؟ خدتي بقى العنوان الناس اللي كاتبينه ده؟ استاذ محمد كتبت له على الشير وكده، اسمه محمد حامد، الشاب ده اسمه محمد حامد الضوي من اسم حجر كمير، وانا اخته اسمي زينب حامد، وده متغيب من 13 عام. تمام. بس ارجوك تواصل اليك، انا عايزه اوصل له. فالراجل فعلا برضه يعني بارك الله فيه، على طول اول ما رن علي على طول قال لي انا والله ده ناس من مصر بعت لي الصوره دي وقالوا لي انه هو موجود في العسيده عايشه. موجود فين؟ موجود فين يعني؟ موجود في الشارع، كان قاعد كده في الشارع. في الشارع. يا استاذ محمد معقول في الشارع؟ قال والله في الشارع. وردنا رقم واحد قال ده قاعد معاه وهو اللي بعت له الصوره بتاعته. تمام. بس واخذنا الرقم ورنينا عليهم، يا جماعه والله ده اخويا. وبس وكمان قالوا ان هو معوش بطاقه. طيب وحصل ايه بقى يا زينب؟ نزلتوا بقى سافرتي القاهره انت على طول؟ رحت. اخذت صراحه معايا انا يعني انا اكبر اخواتي، هو كان اكبر مني على طول. تمام. بس ما معناش حد يعني، باقي اخواتي صغيرين. تمام. اخذت جوزي وسافرت على طول، قلت لهم انا دلوقتي حركب من المحطه وحروح له. رحتي على السيده عايشه؟ رحت على طول، مع بتواصل معاهم بالتليفون. ولقيتي اول ما رحتي لقيتيه؟ لقيته. فين؟ قاعد في الشارع؟ الشارع.
يعني قاعد في رحاب السيدة عايشة؟ في السيدة عايشة وسط الزبالة، بيقولوا لي هو بينام في الشارع، ده من 7 سنين هو كده. عرفك يا زينب؟ عرفك؟ عرفني، تخيل من أول ما شفته كده راح قال لي آه أنت أختي زينب. طب هو حالته الصحية إيه يا زينب لما شفتيه؟ بس أنا شفته كده، يعني عايزة أقولك عنده وعي واعي مدرك؟ هو عارفني اي حق وعارف الناس اللي قرايبنا وعمام وكده، بس ما بيتكلمش. يعني لما تسألي حتى يتكلم عايز يقعد 21 ساعة. فحتى لاحظت الحتة دي، بكلم الناس بتاعت اللي كانوا شغالين معاه بقول طب هو ليه كده؟ قولي لي معلش ده اللي عناه واللي شاف، وده كان بيقعد في البرد وبيقعد في السقعة. هو طب يشرف معاك هدوم؟ لا مش معايا هدوم. طب معاك فلوس؟ ما معيش فلوس. كان الراجل بيديني 30 جنيه كل يوم، 30 جنيه بتاكل وتشرب بيهم سجاير. طب وبعدين يا زينب اخدتيه واستجاب على طول ومشي معاكي؟ اخد اشرف هتروح معايا؟ قال لي ايوه انا عايز اروح. بس طب يلا بينا. طب معاك هدوم؟ لا مش معايا هدوم. الناس دي كان مدينها للهدوم دي. خدتيه بقى ورجعتي على اسمك؟ اخدت ورجعت بيه على البيت هنا. وبس طب عايزاه يتكلم كده ويحكي معايا يقول لي ايه حصل. ما فيش. لما شاف ابوه عمل ايه؟ شاف والده عمل ايه؟ ازيك يا بابا، ازيك يا امي، عامله ايه؟ كويسين؟ انت كويس يا اشرف؟ كويس الحمد لله. بس ويسكت. طب وبعدين يا زينب عرضتوه اخدتيه مثلا عند حته فيها مركز للصحه اي حاجه؟ لسه والله الصراحه ما رحتش. والله انا لسه واصلين النهارده الصبح. مش عايزه اقول لك ان البلد كلها من فرحتها، كل الناس بتهيالوا بتبارك. طبعا والله العظيم. يعني هل حد ساعدك؟ هل حد اخده؟ هل حد على فكره ممكن جدا وزاره التضامن تساعدكم جدا. يا ريت والله يا استاذه. انا يعني اكيد اتمنى والله، انا نفسي يعني صراحه يا ريت حتى من المسؤولين بصي انا متاكده انه حاله محمد، لانه انت عارفه وزاره التضامن حتى بيهتموا كتير بالشباب اللي بيبقوا موجودين في الشوارع وبيساعدوهم وبيجدوا لهم ماوى وبيهتموا بيهم. فانا اعتقد انه صوتك النهارده ووجودك احنا كمان في التاسعه بنقول انه يعني هذا الشاب اللي تغيب لمده 13 سنه ثم عاد الى اهله ممكن يكون محتاج طبيب، ممكن يكون محتاج حد يشوف صحته، محتاج حاجات كتير. وعموما القصه بتاعتك موجوده عندنا في التاسعه، وانا كمان بضم صوتي لصوتك بان وزاره التضامن اعتقد ان هم ان شاء الله ونتابع معاكي يكون في انتباه ويكون في اهتمام بحاله محمد. يا ريت يا استاذ حضرتك، يا ريت. انا بتمنى والله ان حتى يبقى له مصدر رزق يرجع بس بيه الحياه الطبيعيه ويعيش، لانه مش هيقدر يسافر. هو طبعا ولا متعلم ولا اي حاجه. لا هو كان واخد دبلوم زراعه من بدري. كمان كان واخد دبلوم زراعه، فلسه فاكر اي حاجه من الحاجات دي ولا؟ والله ما عارف. هو ما بيتكلمش، فانت حالته الصحيه لازم يعني حد يشوفها اصلا. يعني عايزه حد يبص عليه يعمل له تحاليل فحص شامل كده. هو قاعد في بيت، في بيت يا معاكي في البيت ولا مع والده ولا مع مين؟ مع والده ووالدته واخواته اللي اصغر منه. هو اكبر اخواتي، يعني هو اصلا المفروض اكبر واحد. هو عارف الجميع، عارف كل يعني مدرك، عارف كل العيله. عارف لا عارف يعني دخل النهارده عمام وعيال عمام وكل الناس في البلد. انت عارفني محمد انا مين؟ انت كذا كذا. بس بتمنى لك يا زينب ان شاء الله، واحنا هنتابع انه يعني بعد لم شمل الاسره كده انه يكون في خير للشاب محمد الضوي اللي موجود الان بعد غياب 13 سنه عن اهله. قصه محمد وقصه زينب دي قصص موجوده كتير، يعني كتير. احنا لما بنشوف ناس وبيبقوا قاعدين يعني اللي هم ساكني الشوارع دول، يعني بنبقى الواحد عايز يطمن عليهم وعايز يساعدهم، بس الحقيقه بيبقوا محتاجين مساعده اكبر. والحقيقه انا بشوف كتير الحقيقه وزاره التضامن في فرق بتنزل الشوارع وبتساعد وبتشوف وبتاخدهم وبتهتم بيهم وبتكشف عليهم وعلى صحتهم وعلى حالهم. فانا متاكده تمام انه ان شاء الله ده يتم جدا مع محمد. قصص لما بتتعمل دراما، بتتعمل أفلام، أحيانا بنقول يا فيها مبالغة شوية، لكن ساعات الحقيقة بتبقى فيها دراما أكتر من الدراما نفسها. يعني علشان كده دايما بتلاقوا كتاب الدراما أيا كان الكاتب أو المخرج أو يعني مبدعين الدراما بيجيبوا منين القصص؟ ما هم بيجيبوها من حياتنا، بيجيبوها من قصص موجودة حوالينا، من قصص بنشوفها بشكل يومي طول النهار في شوارعنا في محافظاتنا. ده مش بس موجود في مصر على فكرة، أنت لما تسافر أي حتة في العالم، أي حتة، سمي أي عاصمة كانت أحسن عواصم العالم تقدما، سمي في نيويورك، في لندن، في باريس،
هتلاقي نفس هذه الحالات متواجدة جدا في الشوارع، ونفس هذه الحالات عندها نفس المشاكل تماما، لأنه في برضو ناس بتسيب البيت وبتسيب أهلها وتفضل الأهل تدور عليها سنين طويلة. فبتمنى أن إن شاء الله حالة محمد تجد الرعاية، وإحنا كمان بنهتم جدا في التاسعة بهذه الحالات علشان نقدر نساعد الناس. طيب تعالوا كده نروح لقصة. الحقيقة القصة دي هي مش قصة، خليني الأول يعني قبل القصة دي خليني أقول لكل إخواتنا وحبايبنا وأهلنا الأقباط مصر، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. عيد الغطاس، وإحنا عارفين في العيد ده قصب وناس بتاكل قلقاس وحاجات كده لطيفة، والسوشيال ميديا النهاردة الناس بتعيد على بعض وحاجة لطيفة جدا يعني، بس نعرف إيه الأسباب وبيعملوا إيه. البلالايسة تقريبا، يا رب أكون بنطقها صح، هي عادة فرعونية اسمها كده، هي في عيد الغطاس بتحييها أسرة قبطية بالأسكندرية. وطبعا العادة الحقيقة أوشكت على الاندثار، وهي عادة فرعونية، هي يعني أسرة قبطية، ولكن احنا هتلاقي عادات كتير جدا يعني أقباط ومسلمين بناخد عادات كتير من يعني تاريخنا الفرعوني. هذه العادة بيعملوا إيه؟ بيجيبوا البرتقال وبيتم الحفر على البرتقال، يعني بيفضوا البرتقانة تماما وبعدين بيحفروا عليها وبيحطوا جواها زي شمعة أو حاجة كده. كمان بيستخدموا القصب لحفر الصلبان، وبعد كده بيعملوا إضاءة للشموع. فهي عادة فرعونية يعني جميلة وبيحبوا يعملوها هذه العائلة وقت عيد الغطاس. خليني كده عبر تطبيق زوم أخد طبعا يعني الأستاذة إنجي سمير، واللي هعيد عليها الأول وهي موجودة داخل منزل قبطي مصري بيحتفي بالعيد. خليني الأول أقولها كل سنة وهي طيبة، كل سنة وكل أقباط مصر بخير دايما يا رب. مساء الخير يا إنجي. مساء النور، زي حضرتك؟ يعني بجد عجبتني فكرة. أولا البلابيصة، 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 أيوة أيوة. ليه اسمها البلابيصة ده؟ حاجة هي الاسم، هي أصلا اسمها البلابيصة، أيوة. وبعد كده مع الوقت بقت بلابيصة، الناس بتستسهل الاسم بقت البلابيصة. هو الاسم أصلا اسم فرعوني قديم، تمام. معناه الشموع المضيئة. كلمة أصلا كلمة لمبة، يعني لمبات بالإبطي، اللغة الإبطية. مع الوقت اتحورت بقت بي لمبة، بي لمبات، البلمبيصة، بقت وصلت لبقت البلابيصة. البلابيصة، أيوة، مع أيوة. مع تحور إحنا المصريين يعني بنسهل على أنا شايفة في الصور كده حاجة لطيفة، شايفاكم متجمعين، أنتوا موجودين في المنزل وشايفة. احكي لنا بقى حكاية، أنا هعمل حكاية البرتقال دي، عجبتني يعني هي حتى شكلها ديكور لطيف، بتفرغوا البرتقال. احكي لنا بقى يا إنجي. بصي، هي البرتقانه الاول بتبقى عاديه، بنجيبها عاديه بس لازم تكون قشرتها تخينه شويه، وبعد كده بنقعد نفرغها ونرسم عليها الصلبان والاشكال او حروف الاسامي او الحروف بالإبطي. بترسموا بالالوان يعني؟ لا، بنفضيها بنفرغها، يعني البرتقانه بنفرغوها. بنفرغها بالظبط زي ما احنا عاملينها كده، وبنحط فيها شمعه بتبقى عامله زي القنديل او حاجه اسمها الشوريه، بتستخدم في الكنيسه. ايوه، او الفانوس، يعني هم زمان أيوة كانوا بيستخدموا فانوس باسم البرتقان يعني. بالظبط. ايوه، شكلها لطيف جدا فعلا، والولاد بيبقوا فرحانين بيها جدا وهم بيعملوها وهم بيمسكوها كمان وهي منوره. طب قولي لي، هي بتتعمل بس في عيد الغطاس؟ عشان هي ذكرى لعيد الغطاس، لان هم زمان كانوا في الصعيد زمان طبعا ما كانش فيه انوار زي التحضر بتاع دلوقتي، طبعا وكانوا بيطلعوا من الكنيسه ماسكين الشموع، فعادة المصريين كلهم ان هم بيستخدموا كل حاجه في حياتهم يربطوها بالاعياد، ففي الوقت ده بيبقى فيه البرتقان، فحطوه عملوه فرغوه زي ما احنا بنعمله كده، وبقى ماشيين بيه زي الفانوس، وكانت عاده يمشوا بيه على النيل منورين بالشموع فيه اللي هي البلابيصه، وكانوا يقولوها ليها اغنيه كده كانوا بيغنوها، يا بلابيصه نوري الليله. طبعا أيوة. العادات دي بتندثر مع الوقت، لكن احنا بنحاول نحافظ عليها يعني. ايوه طبعا. وهل كل العائلات القبطيه عارفه العاده دي، ولا هي عاده انتوا بس اللي بتعملوها يعني؟ لا، في ناس كتير الحقيقه، في ناس كتير بتعملها. في ناس كتير بيعملوها، احنا بنتجمع مع بعضينا الاصحاب والجيران، بنقعد نعملها مع بعضينا، والولاد بيبقوا مبسوطين خالص وهم بيعملوها وبيشتغلوا معانا بايديهم. انا شايفاك انت متجمعه، اولا شايفه شجره الكريسماس موجوده ومنوره، وشايفه اعتقد دي ماما وانتوا كلكم قاعدين
هي جارتي وزي اختي طبعا، احنا بنتجمع مع الولاد كلنا ونقعد نعملوها. عايزه اعمل لهم باي باي، ممكن يشاوروا لنا كده يبقى احنا بنحييهم كلنا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد جميل عليكم. يعني ميرسي، ربنا يخليكي. كل سنه وانتم يعني شاب واحد بس اللي موجود، يعني كل دول بنات. ايوه معلش هنديك حقك برضو في النص يعني. طب وريني البرتقانه بتاعتك، اسمك ايه؟ اسمه شوفاني. اديله المايك يا انجي. حاضر. اديله المايك شويه برضو نسمع الشباب. حاضر. اديله المايك يا انجي. مساء الخير. شفت احنا مش يعني عشان احنا مش دايما مع المراه برضو بندي فرصه للشباب لانك هنا اقليه. اتفضل. شفت كلهم اخوات بنات، ما عنديش ولا ولد. ايوه مش متحيزه. انا شفت اديتك حقك اهو. طب اسمك ايه؟ انا اسمي جوفاني ولحقوا انجليزي. طيب تمام، قول لي بقى انت، وريني بقى انت عاملها صح حلو؟ انت اشطر من البنات ولا يعني؟ ماما كانت مساعداني. ماما اللي مساعداك؟ الصراحه يعني. طيب بس يعني العدد، اولا عندك كام سنه؟ انا عندي 18. العدد دي يعني انتوا حتى الشباب بتحبوا تعملوها مقبلين عليها؟ هو احنا متعودين عليها من زمان واحنا صغيرين في الكنيسه، كانوا بيجيبونا قبل العيد بيوم بالظبط وبنعملها. تمام، فانت يعني فانتوا ايه يعني حريصين انك تعملوها طول الوقت؟ على طول. انا لسه لغايه امبارح كنا عاملين بعد القداس، قعدنا ونقلنا قصب برضه وقعدوا يعملوا برتقان. ايوه طيب جميل قوي. عايزين برضو ناخد واحده من البنات بقى كمان، اختاروا لنا بنوته من البنات الصغيرين كمان، نبقى خدنا برضو العيله كده وعيدنا عليكم جميعا يعني. عموما انا عايزه اقول لكم انه احنا في احلى وقت دلوقتي كلنا نعمل البرتقان زي ما انتم، وناكله فيتامين سي ونبقى يعني البرتقان حتى يعني الحقيقه احنا كلنا محتاجينه وحاجه جميله. هل في بنوته ولا كله مكسوف ولا؟ انا معانا بنوته اسمها ايه؟ اسمي ايريني. ايزيس؟ ايريني. ايريني قولي لي بقى، وريني بتاعتك كده، عملتي حاجه حلوه النهارده؟ دي جميله ويعني كمان فيها مسافه في النص. انا عملتها وحفرت كمان حرف اسمي. حطيتي اسمك عليها؟ لا مش اسمي، هو اول حرف بس، حرف الاي عملته. عشان لما تنور نولع فيها شمعة. لما تنوري يبان الاي فيها. بيبان بيبان حرف الاي. طب وبتعملوها بايه يعني، بالالوان ولا ايه؟ لا احنا بنجيب البرتقانه عادي وبنقطع منها اللي هو الحته الاولانيه عشان تبقى زي غطا وكده يعني، وبنفرغها طبعا. في ناس بيفرغوها بتطلع سليمه وفي ناس بيفرغوها بتطلع مش سليمه. ده يعني انتوا عايزين لكم شويه البرتقان بقى على بال ما نظبط الحاجات دي كلها يعني. ايوه يعني. طيب ايرين انا مبسوطه، انا برضو احب امسي على السيده الجميله الفاضله اللي موجوده، الجاره الحلوه دي، عشان برضو نبقى خدنا كده يعني. انا بحب الحاله اللي هي الجاره والعيله والحاله اللطيفه اللي هي موجوده بس في مصر يعني. انتوا حاله مصريه رائعه. برضو اتعرف بحضرتك. اسمي سوزي كرجس. اهلا بيكي. قولي لي بقى انت كده محتضنه انجي والعيله الجميله دي كلهم شباب صغيرين يعني. طبعا. طبعا. انا تقريبا بقالي 20 سنه اما اتجوزت هنا يعني، بقينا نعمل العاده دي اصلا مع بعضينا يعني، بنلم بعض كده كجيران واصحاب واخوات ونقعد مع بعض ونلم الاولاد طبعا، ده شيء اساسي عشان دي فرحتهم، ونبدا نعمل البرتقانه بالشكل ده يعني. طب يعني انا شايفه برتقان مفيش قصب، ده انا بحب القصب قوي. لا في قصب. وبعدين عندي روز في الكنترول مستنيه شويه قصب بيجي لها يعني هي سايبه العيد وبتشتغل معانا ايه. لا ده القصب في قصب، في حد يعني راح يجيب قصب؟ لا الولاد دخلوا يجيبوا، الولاد راحوا يجيبوا قصب. لا ده القصب اساسي برضو موجود اهو. طب وعلى فكره برضو بيتعمل منه شموع، لان ده كان الاساسي اصلا في الصعيد، كانوا اصلا الاساس كانوا بيطلعوا بيه ويلفوا بيه. طب انا عايزه اقول لك مدام سوزي صح؟ ايوه. مدام سوزي دلوقتي بقى القصب بيتقطع وبنشوفه في السوبر ماركت وفي حاجات كتير كوبايات كده جاهز يعني، بس انتوا بتحسوا ان هو ده القصب الحقيقي؟ طبعا. لا بصي احنا ما كانش نجيب، ما كناش نجيب القصب ونقشر احنا بنفسنا وناكل. أيوة. لا ما بنحسش بالقصب بصراحه. بالظبط. ويبقى هو ده المجهود. طب انا عايزه اقول لكم حاجه حلوه قوي. اتفضلي. حيوا مصر بقى لان مصر فازت.
الله فصل يلا بقى سقف المصري، يلا كلنا نسقف، سقفوا بقى، سقفوا لمصر، يلا كله يسقف لمصر، مبسوطين. يلا 1-0 مصر كده فازت، وشكو حلو، ودايما اهلنا واعيادكم الجميله بنستمتع بيها كلنا. والقصب ده النهارده هناكله كلنا لانه حاجه مسكره وكلنا فرحانين، عيد وفرحه وفوز المنتخب المصري دي حاجه حلوه. انا بشكركم جدا، وكان نفسي ابقى موجوده كده قاعده في وسطكم واكل معاكم القصب واقشر والبرتقال، بس احنا حاولنا كده في التاسعه نعيد عليكم من قلبنا، ونقول لكل البنات الحلوين دول كل سنه وانتم طيبين، كل سنة وكل أقباط مصر بخير وطيبين يا رب. عايزين تقولوا حاجة؟ عايزين تقولوا حاجة؟ كل سنة طيبين، كل سنة وانتم طيبين، وألف ألف مبروك لمصر. ألف مبروك. الشاب الجميل ده مش هيقول حاجة في الكورة؟ جوفيني. أنا بشجع مصر من زمان. بتشجع مصر من زمان. كل سنة وانتم طيبين، ميرسي ميرسي، كل سنة وانتم طيبين، تسلموا. بجد عيلة جميلة واحتفال جميل، وهي دي مصر. بشكركم جدا، بشكر إنجي سمير اللي أتاحت لنا إن إحنا ندخل البيت بتاعها ونحتفل، وعلى وشهم الجميل كمان انتهت المباراة وفازت مصر. مصر كده تأهلت خلاص، وطبعا كده خلاص يعني خرجت السودان وغينيا بيساو من المباراة، وهنحاول نجيب الناقد بتاعنا إن شاء الله ونحتفل معاكم، وحاجة حاجة جميلة. لكن طبعا الناس اللي بنحاول نجيبه علشان الناس كلها الحقيقة دلوقتي محتفلة. أنا سعيدة، يمكن اللقاء ده سعيدة لأنه عايزة أقول لكم حاجة، البيت المصري كله شبه بعضه، يعني نرفع الديانة ونشوف لو احنا ما قلناش هذه الأسرة ما هو دين هذه الأسرة اللي احنا شفناها، هنلاقي هي عادات وتقاليد وبيت وأسرة وجيران، كلنا شبه بعض، هي مصر كلها شبه بعضها، كلنا عندنا هذا الحب وهذه الاحتفالات والأجواء، هي دي مصر، هي دي مصر الجميلة الوسطية اللي كلنا تربينا فيها على المحبة، فالأعياد فيها محبة وإنسانية وأجواء وسماحة وحاجات حلوة كتير. سعيدة جدا إن احنا عيدنا عليهم، وتعالوا دلوقتي نروح لخبر، خبر برضو لطيف جدا أنا معجبة بيه، حاجة اسمها نجارة وتجارة المنمنمات، الحاجات الصغيرة، وهو الأساس المصغر. يعني ايه انك تعمل كرسي مصغر؟ احيانا تلاقي حاجات صغيرة قوي بتبقى ايه، وطبعا اللي انتوا شايفينه في الصورة دي ماكيت للمنمنمات، ودي الحقيقة مصر فيها مبدعين طول الوقت، عندنا مبدعين في الفن ده، منهم إيمان سعد. إيمان عاشقة للأساس وبتحب الأساس المصغر. على فكرة الأساس المصغر ده حتى لما بتلاقوه في أماكن بيبقى غالي جدا، لأنه فيه إتقان في صنعه، يعني أنت عشان تقعد تعمل النملاه الصغيره دي والبوتاجاز الصغير والحاجات يعني والحوض، يعني حاجات صغيره جدا لازم يبقى فيها اتقان. هي اتعلمت الفن ده اونلاين. شوفوا قد ايه اهو، انا هنا بحب فكره الانترنت ان انا استفيد بيه، ما بقاش وجودي على الانترنت ولا على سوشيال ميديا ولا حاجه طول الوقت انه وجود بلا هدف. فلما يبقى عندي فرصه الانترنت وادخل واتعلم اونلاين، وبعد كده صنعت ايه بقى ايمان؟ صنعت بيت باساسه من، بصوا المساحه عامله ازاي، من 19 سنتي ل 30 سنتيمتر، حاجات صغيره جدا. واللي شجعها كمان ايه؟ هي عايشه في الغربه، اشتاقت قوي قوي لبيت جدتها في مصر. شوفوا كنا بنكلم مع عائله قبطيه بتحتفل كلها مع بعضها بجيرانها، وبنروح لفتاه بتصنع ده عشقا في بيت الجده. هي دي الناس، هي دي الانسانيه والمحبه. فراحت عملت بيت جدتها بشكل مصغر جدا، وواضح انه بيت جدتها لانه ده البوتاجاز القديم، دي النمليه القديمه، دي الاشكال فعلا القديمه، وده خلاها هي تحس كده انه بيت جدتها عايش معاها بذكرياته بحالته. هعرف بقى من ايمان. ايمان سعد السادتي تجاره المنمنمات، مساء الخير يا ايمان. ايمان موجوده في دبي، وخلينا نمسي عليكي يا ايمان. مساء الخير يا ايمان. مساء النور. انا إيمان، أنا مبسوطة قوي من اللي أنا بشوفه في الصورة، وده فن جميل وفن صعب كمان. هو نوعا ما يعني، بس مع الوقت الواحد بيقدر يتقنه يعني. إيه اللي خلاكي يعني أنت أساسا بتحبيه من زمان؟ اتعلمتيه إزاي أونلاين؟ يعني خد منك وقت؟
والله جت صدفة يعني، شفت فيديوهات وكده وحضرت ورشة، ولما جربت لقيتني بعرف أعمله كويس، وخلاص كملت بقى اشتغلت فيه. وبتعملي ايه بقى يعني؟ كلميني ايه الحاجات اللي عملتيها مثلا؟ بتعملي، انا شايفه ده مطبخ، بتعملي كلميني عملتي ايه اكتر حاجه بقيتي تتقنيها يعني؟ والله انا عملت في بيت تاني، عملت راجل برضو بيت من الريف، بيت قديم يعني من البيوت بتاعت الصين بتاعت زمان. وعملت اوضه الفرن الخبيز، الفرن بتاع زمان، فرن القش. انا شايفه ده بيت الريفي ايمن، وانتي بتكلميني انا شايفه بيت الريفي، الكنبه القديمه، وشايفه حاجه خوص والقفص وكرسي والطبليه، والكنبه الاسطنبولي القديمه والسنجيب بتاعنا القطن وكده. يعني حاولت اجيب كل التفاصيل ديت من الذاكره اصلا. طب قولي لي حتى الكليم هنا بقى في المنمنمات دي بتحطي ايه؟ حاجه صغيره كده بقى يعني قوي يعني، بس بيت جميل جدا اللي يعني انت عاملاه، من الباب للمدخل، حاجه بديعه يعني. والله بحاول على قد ما بقدر يعني ان انا اخلي الحاجه واقعيه على قد ما اقدر، وهي بتاخد وقت طبعا. بس النتيجه بتبقى كويسه يعني. هي حاجة جميلة وبديعة. قولي لي بقى يعني هذا الفن تجارته سهلة صعبة؟ الناس بتحبه؟ بيتباع فين؟ لا هو أنا بشتغل فيه، مش بتاجر فيه يعني. بتتاجري فيه؟ لا مش تجارة، لا هاوية. هي هواية. هواية بس هو ممكن يكون برضو مشروع، ليه لأ؟ والله هحاول ان شاء الله يعني، بس انا بحاول اتمكن منها على قد ما اقدر الاول، لان كل الحاجات ديت انا ببداها من الصفر وما عنديش تجربه فيها قبل كده، لان الحاجات اللي بشوفها اونلاين وكده او الفيديوهات اللي بتعلم منها بتعمليها انت عارفه كمان يا ايمان يعني. بتفكرني بايه؟ بتفكرني كمان بالحاجات اللي بتتعمل في شهر رمضان، فيعملوا بتاع الكنافه وبتاع القطايف والشارع والحاره، فالحاجات دي بتتباع والناس بتحبها لان هي بتعيد الذكريات. طيب اخر حاجه هسالك يا ايمان، ايه اللي خلاكي تعملي بيت جدتك؟ ده عشقك لجدتك وللحاله المصريه بقى الحلوه. اكيد طبعا يعني، هو بيتنا القديم خلاص، البيت مقفول دلوقتي، فحاولت بقى ان انا اعمل كل الحاجات اللي انا فاكراها من وانا صغيره ونفذتها يعني. والله يا إيمان أنا سعيدة بيكي جدا، وسعيدة إنك بتتعلمي من أونلاين وتنتجي هذا المستوى، أنا شايفة فيه إتقان شديد جدا يعني، ولو يعني ممكن تسوقي ويبقى ده بداية مشروع، ويبقى مشروع على فكرة جميل ورائع، ومصر فيها مبادرات وفيها بقى حاجات كتير، ممكن قوي لما تيجي في الأجازة تقدري تشاركي بالحاجات دي. أنا بشكرك جدا يا إيمان من دبي، وأنا كده مطمنة عليكي يعني، مصر كل ما توحشك هتعملي حاجة صغيرة. بشكرك قوي إيمان سعد السداتي، والحقيقة حاجات جميلة، الناس بيبقى عندها إبداع طول الوقت وعندها هوايات حلوة طول الوقت. أنا شخصيا سعيدة، فوز مصر عامل لي سعادة، وتأهل مصر عامل لي سعادة. ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم ما تبقى الليلة في التاسعة. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الستاشر رسميا بعد الفوز على السودان، والحقيقة كلنا كان نفسنا إنه يبقى أكتر من كده، لكن يعني تمام، وإحنا يعني أكيد سعداء إن مصر تتأهل، وأحرز الهدف الأول في الشوط الأول اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35، وطبعا زي ما إحنا عارفين المباراة في منافسات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية اللي موجودة في الكاميرون. في حال التأهل إن شاء الله، في حال الانتقال بقى للمرحلة اللي هنتأهل ليها، هيبقى عندنا فرصة ان احنا يا اما نلعب مع كوت ديفوار او الجزائر
طبقا للنتيجة بتاعتهم غدا. هما الاثنين هيلعبوا بكرة، فهنشوف النتيجة هتبقى عاملة زي ان شاء الله بالخير. هنفضل برضو منتظرين لو عرفنا ناقدنا الرياضي ينضم لينا في اي وقت، هنرحب بيه ونتكلم تاني عن المباراة. خليني اكلمكم عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، ازاي نقدر نحمي نفسنا من تطبيقات النصب الالكتروني. يعني ايه النصب الالكتروني؟ يعني بدون ما اقول التطبيقات، واحنا قصدين ما نقولش التطبيقات، لان انت ما ينفعش تعمل دعاية لنصاب أو حد بينصب على الناس. بينصب إزاي؟ بيعملوا نصب بأنه بيهموا الناس، بأنك لو اشتركت وممكن تاخد فلوس، وياخدوا حاجات بقى منهم فلوس، وأنك تقدر تكسب أكتر فأكتر، وبالتالي بيبقى نصب الناس لا بتكسب ولا بيبقى لها فوائد ولا حاجة، وبيبقى في النتيجة أن الناس يعني بتسرق منها أموالها. فطبعا النصب الإلكتروني ده موجود، وموجود على منصة على حاجات كتير ومواقع كتير، وموجود في دول كبيرة وعواصم كبيرة. لكن خلينا نقول أيضا الانتباه اللي موجودة في مصر طول الوقت هنا بسبب اللي بيحصل ده، وطبعا من المناشدات اللي بتيجي من المواطنين أو اللي بيقعوا فريسة لهذا النصب الإلكتروني. خليني في التاسعة أرحب بسيادة اللواء ضيوفي، سيادة اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجرائم المعلومات والإنترنت. مساء الخير يا فندم. وايضا معايا ايضا الاستاذ مهندس وليد عبد المقصود، خبير امن المعلومات. مساء الخير يا فندم. طيب خليني ابدا كده، يعني سياده اللواء عايز اعرف يعني فكره انه المواطن، يعني الناس بتغامر، يعني يقول لك ايه، ده انا ممكن وانا قاعد كده وادخل على يعني على موقع الكتروني واقدر احط فيجي لي فتبقى زياده، وبتبقى بقى بيدخلوهم في عمليات ودوريات، وفي النهايه بعد كده بيكتشفوا ان ده نصب الكتروني. طب اولا بشكر حضرتك على المقدمه ديت اللي هي بتدخل ضمن التوعيه التكنولوجيه. المفروض ان كل مواطن يتسلح بالتوعيه التكنولوجيه قبل ما يتعامل مع شبكه الانترنت. فاحنا بنقول اللي بيخلي المواطن يتعامل مع مثل هذه المواقع التكنولوجيه وهو لا يعلم انها نصب من عدمه، حاجتين مهمين جدا، انه بيفتقد للتوعيه التكنولوجيه وعنده محو عنده اميه رقميه. فالنهارده برضو معلش عفوا ارجع تخليني حضرتك ارجع حاجه بسيطه بس كده عشان افهم المواطن اللي داخل على شبكه الانترنت والسوشيال ميديا. تمام. انت داخل على عالم جديد. صحيح. عالم ما بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هتتعامل مع الانترنت والسوشيال ميديا. والانترنت والسوشيال ميديا أمور حقائق واقعة، ولكن لازم نعرف الانفيرمنت بتاعتها، الظروف المحيطة بها، أنها ولدت لنا بعض الحقائق وبعض المستجدات والمستحدثات الضرورية. لازم نفهم أن احنا مجبرين كعالم ودولة أن نتعامل مع الانترنت والسوشيال ميديا ونحن في إطار التحول الرقمي وفي الأوبئة و سنزيد من استهلاكنا للسوشيال ميديا والإنترنت. يبقى ده أمر مفروغ منه في عوامل إيجابية. بس المشكلة كلها أن مع هذا التقدم ومع هذا الاستخدام التكنولوجي ظهرت نوعية جديدة من الجرائم، نوعية مستحدثة لم تكن موجودة من قبل. أيوة. هذه النوعية هي بقى اللي حضرتك أشرت إليها، اللي هي الجرائم التكنولوجية أو الجرائم المعلوماتية. صح. وهم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هذه المواقع أحيانا بتستغل بساطة الناس. بالظبط. يعني بيستغل وبيبقى عارف ان هو لما هيقول له الكلام ده هيصدقه ويقدر يجلب منه الاموال. بالزبط. لكن خليني انقل الكلام برضو نعرف بمهندس وليد، وحضرتك خبير امن المعلومات، ازاي الناس تثق؟ يعني برضو في ناس تقول لك ايه، بس ده كان واضح، بس ده قالوا كذا، ده في مصداقيه، ده قال لك انه طب اتاكد، لا طب هبعت لك ايميل، وفي ناس يقول لك ايه هبعت لك ايميل والايميل موجود، وبص على موقع الشركه وبص على الموقع. يعني بيحاولوا طبعا النصب ان هو يخلي الناس تثق فيه. الناس تعرف ازاي؟ تمام. هو بس في البدايه عايز اقول ان ده مش مجرد لقاء تلفزيوني، لكن هو واجب علينا احنا كمتخصصين. أي. ان احنا وصعوبه الموضوع ان انت ازاي تحول الماده العلميه الى اعلاميه. فانا دلوقتي بدون ذكر اسماء برامج او ان انا اقدر اقول ان في قضيه مثاره او غيره، مهام بتطرح امام مستخدمي السوشيال ميديا اذا كان شباب او ناس بالغين، انا بين قوسين اقدر اقولها كمتخصص اهيف من الهيافه، معلش عايز اقول المصطلح ده. لا قول. فمن بساطه المهام حضرتك بيبقى عندك فضول تجرب. فاول ما بتجرب بتكسب.
وفي مصداقيه للكلام ده. ايوه. فانا بديكي مهام معينه تعمليها، ايه ده؟ ده انا عايز اجرب طب الارقام اللي قدامي دي فعلا تتحول لفلوس؟ فيبدا يقول لك انت الوسيط اللي بينه وبينك لازم يكون فيه محفظه الكترونيه ورقمك لازم يكون اكتف او نشط مع محفظه صح الكترونيه. صح. طب انا هبعت لك الفلوس دلوقتي كام وليكن 5 جنيه. فيبدا هنا في طمع شويه وفي فضول، فيبدا الشخص يتلقى الاموال وليكن 5 جنيه، لكن هي ليها فتره زمنيه. اذا سمعتوا حضراتكم كمشاهدين دلوقتي ان في مهام بتحصل في خلال اسبوع او 10 ايام لاقل من شهر، ويبدا يقول لك ادخل في اشتراك في اي بي او اشتراك ايا كان اسمه ايه بمقابل مادي ونكسبك اضعاف مضاعفه، اعرف انت هتدخل في حاجه اسمها، وده عالميا، التسويق الشبكي. والتسويق الشبكي العمودي وليه نسب اللي هي 15% اذا قلت لحضرتك فنكسب منك، ولو في مجموعه كبيره قوي هكسب 5%. فالناس بتدور على سرعه الربح على الانترنت طبعا. فده اول فخ هي صح. بساطه المهام اللي صح. بتنسب لاي شخص على السوشيال ميديا. فبيتجر رجله زي ما بيقول. دي حاجه جزئية. اللي هو يجر رجل الناس يعني. طيب الموضوع ده عشان اقفل الاجابه بتاعتها مربوط بدومين او بنطاق الكتروني او موقع الكتروني. يعني انا دلوقتي عشان صح. اشوفك على ارض الواقع فيزيكلي، انا دلوقتي قاعد في استوديو تمام، قاعد على مكتب تمام. نفس القصه، المعلومه جايه لي منين؟ من موقع الكتروني. فانا بقول للمشاهدين دلوقتي المعلومه جايه لك دي من خلال الموقع. أيوه. اسمه ايه ايا كان الاسماء دوت نقطه وبعد كده نهايه الدومين. صحيح. ده متغير. طيب عشان ده ادخله لازم عندي اللغه، الحروف اللي اكتبها عشان اوصل للموقع. فبداوا يسهلوا الموضوع ان يربطوه بابلكيشن، تطبيق. فالتطبيق يبدا يحصل تداول ليه وينزل أيوه. على الموبايل. صح. عندي حاجتين، اول حاجه الجهه دي بتستهدف وبتستغل الانفلونسرز اللي هم الملهمين المؤثرين اللي ناس ليهم متابعين كتير قوي. طبعا اللي هو بيطلع يقول لك وبصوا في حلو وانا عملته ده كذا بياخد فانا مقابل. لازم اتاكد كمان من المؤثر. حلو كده. دي كمان مقابل نقطه مهمه وبيكسب ارباح في الاعلانات. الجزء الثاني واقفل بيها الاجابه دي ان بيتم في الحاله دي ايهام وخداع متجر التطبيقات. يعني التطبيق ده موجود فين؟ في متجر تطبيقات جوجل. طب متجر تطبيقات جوجل ده ازاي يستقبل الابلكيشن؟ صح. فيبدا يقول له انت ليك عندي حاجتين، اللي هي البوليسي او سياسات اللي انا احط فيها الابلكيشن او البريميشنز الصلاحيات، ليك عليا ما اقراش الرسائل، ما تدخلش على الاماكن الحساسه اللي هي مثلا زي تحركاتك، فبالتالي بيعديه من الاختبارات الامنيه. بالزبط. رقم اتنين بيقول له ايه؟ ايرن ماني، مثلا اكسب فلوس من واتشنج فيديوز، مثلا مشاهده فيديوهات. صح. او الارتكلز اللي هي المقالات. فبالتالي ايه؟ انت مصرح ليك. صح. فبيحصل خداع وايهام للمستخدم. فاذا التطبيقات بتستخدم ما هو متاح من حاجه كبيره زي جوجل. أيوة. ويلعبوا في النص. مظبوط. يتم. طيب هنكمل كلامنا، الحقيقه كلام مهم جدا، لانه برضو حضراتكم واولادكم واسركم والناس اللي بتدخل على هذه التطبيقات اللي هي فيها نصب الكتروني وابتزاز، لما انا احس بده مبكرا حتى او يبقى عندي قلق، مين اللي ممكن يحميني؟ هل عندي هنا وزارة الداخلية بتهتم بده؟ هل عندي ناس ممكن تساعدني؟ أيوة عندك ناس ممكن تساعدك، ولكن لازم تبقى حريص. وهتعمل إيه؟ ده اللي هكمله مع حضراتكم ولسه في ضيافتي الأساتذة المتخصصين في التاسعة. أرجوكم فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم بعد قليل. رجعنا نكمل مع حضراتكم نتكلم عن النصب الإلكتروني. كتير جدا ناس بتقع في هذا الابتزاز، ومواقع بتنصب على الناس بشكل كبير جدا وتبتزهم، وناس تفتكر انها دخلت بقى انا لقيت الموقع اللي هعمل فيه مشروع ويجي لي بقى كمية الفلوس، وبعدين يلاقي في النهاية فخ كبير جدا. ما زلت في ضيافتي اثنين من المتخصصين، سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لجرائم المعلومات والإنترنت. خدوا بال حضراتكم، جرائم المعلومات والإنترنت ده حاجة مهمة جدا، لأنه مصر بقت حريصة وبقت واعية وبقى في انتباه طول الوقت. وأيضا معايا في ضيافتي مهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات. بنكمل الكلام مع حضراتكم. سيادة اللواء، عايز أعرف برضو من حضرتك، يعني إحنا بنتكلم، طيب دلوقتي الناس اللي بتقع في يعني الابتزاز بقى، الناس إمتى لما بتحس ده تروح إزاي وتعمل إيه وتتصرف إزاي
وهل فعلا في شكل قانوني الان وبيقدر يحميهم؟ طبعا اوضح الكلام ده لحضرتك في نقطتين بس لازم اوضحهم. نمره واحد، لازم الكل يعلم ان الانترنت دايما بيتعامل في سلعه. بمعنى ايه؟ سلعه يا اما بيروج لسلعه بيعرض سلعات معينه، ان ما كانش بيعمل كده فيكون المستخدم نفسه هو السلعه. تمام. المستخدم نفسه انا وحضرتك ووليد هو السلعه، ازايه السلعه؟ يا اما هو بيخترق ويحصل على معلوماته من جهات متعدده، يا اما بيستخدموا الفولورز بتاعه وحاجات من دي. تمام. نمره اتنين برضه عاوزين نؤكد عليها بس امانه، ان مفيش جاني او نصاب بينجح في اتمام جريمته 100% الا بمساعده المجني عليه. المجني عليه اللي هو الضحيه، يا اما نتيجه عدم الوعي، نتيجه عنده اميه رقميه، صح كده؟ فاحنا زي ما بنقول في الطب الوقايه خير من العلاج، يبقى التوعيه التكنولوجيه ومحو الاميه الرقميه دول خط الدفاع الاول. نيجي بقى نبص على دور الدوله ووزاره الداخليه في مواجهه مثل هذه النوعيه من الجرائم. والحمد لله جهاز الشرطه من سنه 2002 كان عنده رؤيه استشرافيه لما قد يحدث من الزياده المضطرده على الانترنت والسوشيال ميديا من مظاهر سلبيه وجرائم مستحدثه زي زي النصب الالكتروني والاختراقات والابتزاز الالكتروني وسرقه الكريدت كارت والانتحال الصفه والسب والقصف، كل الجرائم دي كلها اصبحت تتم عبر السوشيال ميديا والانترنت. فانشات اداره خاصه والكل اعتقد النهارده يعلمها، الناس عندها إدارة علم في الانترنت وليها هوت لاين 108. بنقول للناس كلهم خلينا نقولها الهوت لاين بتاع 108 يعني 108 على مدار الساعه على مدار الساعه، يعني مثلا انا ارفع السماعه اكلم 108 واقول لهم انا متعرضه لكذا كذا في كذا. موقع كذا ابلغ عن حاجه بس معينة. طبعا في حضرتك مش حاجات كيديه، حاجات لا لا حقيقيه، لا كيديه دي بتعرف على طول، انما هو لما يبلغ لابد ان احنا دوت هو يعتبر في الجرائم التكنولوجيه ده مسرح الجريمه، التليفون طبعاً. او الموبايل، عشان انا جات لي رساله سب او قصف او جات لي رساله تهديد امسحها واخاف او صور فيها ابتزاز احتفظ بيها بقى، لازم هو يعني لما يجي لي بقى رساله كده انا قلقانه منها احتفظ بيها، تروح للسادة الضابط، وهناك مجموعه من السادة الضباط في غايه الكفاءه مهندسين ومهنيين وحرفيين بتقول لهم والله انا جات لي ابتزاز او حصل لي رساله، ادي التليفون اللي جالي او ادي اللاب بتاعي، بيتلقوا البلاغ. إدارة مباحث الإنترنت دي في مقرها في ميدان العباسية في إدارة مباحث الإنترنت، وفي كل محافظة من محافظات مصر داخل مديريات الأمن مكاتب، يعني داخل مديريات الأمن داخل في أماكن لجرائم المعلومات والإنترنت بيتلقوا بلاغات في جميع المحافظات، غير الخط الساخن 108، غير الخط الساخن 108 ده في العاصمة المركزية هنا اللي في ميدان العباسية، ولازم الضحية أو المتعرض لهذا الجرائم يروح يبلغ هناك. بتيجي عشان نقدر نعرف ان الانترنت وزاره الداخليه تعمل طبقا للقانون، بتتلقى بلاغ المواطن تمام وبتعرض عن النيابه ان في حصل كذا كذا، السيد النائب يستصدر يدي قرار بالتعامل مع الاي اس بيز اللي هم شركات مقدمه خدمه الانترنت هنا في مصر، ويحددوا الاي بي ويقدروا يوصلوا للمتهم مين بيعمل ايه، ويتم محاكمته طبقا لقانون 175 لسنه 2018، قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات وقانون الاتصالات وقانون حمايه البيانات الشخصيه وعده قوانين يتم من خلالها تقديم هذا الجاني الى المحاكمه. تمام. خليني اروح بقى لحضرتك مهندس وليد. طيب يعني احنا كده عرفنا انه هناك شق قانوني وامني لو حصل هذا الابتزاز نقدر نلجأ له، لكن انا في البدايه انا عايزه الناس ما تتعرضش لده اصلا، يعني من البدايه الناس يبقى عندها من الوعي. طيب الناس تتاكد ازاي؟ يعني اديني كده اقول لك من وجهه نظري. لازم نخاف. انا لازم اقول لحضرتك دلوقتي حاجه تخافي عشان تنتبهي. فانا دلوقتي في بدايه كلامي قلت الصعوبه ان انا احول الماده العلميه الى اعلاميه، ما اقدرش اقول اسماء. لكن انا دلوقتي مصر كانت في مفترق طرق اللي هي قبل 2018 ما كانش فيه قانون خاص بمكافحه جرائم تقنيه المعلومات. تمام. خلاص احنا دلوقتي مع سياده اللواء دلوقتي وفي حاجه اسمها قانون، فاحنا عندنا قانون. اي حد بيشوفنا دلوقتي، اي مشاهد بيتابع معاه موبايل بيستخدم الانترنت، اقرب اتهام ليك خد النص ده. اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، شايف الجمله دي؟ اساءة استخدام بكل مواقع شيء. التواصل الاجتماعي بكل شيء، دي تهمه بكل شيء. خلي بالكم من الحته دي بقى.
ولا القاضي السلطة التقديرية طبعا ممكن مثلا تاخد لك شهر 2 3 ممكن تاخد لك من 10000 ل 30000 في الاخر في حبس وفي غرامة. لازم يبقى انت طول الوقت عندك لازم يبقى اذا سيادته بياكد على كلامه في في حبس وفي غرامة. انت حضرتك عفوا انا اقول ايه القضية بتاعت البنت المنتحرة بسنت السيد النائب العام أصدر قرار 5 متهمين اتحولوا لمحكمة الجنايات الابتزاز الإلكتروني ابتزاز الصور الصور 5 اتحولوا لمحكمة الجنايات دخلوا جنايات يعني مش أقل من تأبيدة. تمام. طيب احنا برضو ليه عايزة ارجعكم للفلوس لانه المواقع اللي بتستغل الناس في الفلوس وهي مواقع كتيرة هي بتفكرنا برضو بتوظيف الأموال بس اللي كانت على الأرض يعني مش في الإنترنت هي شبه ولكن دلوقتي بقوا يستغلوا المواقع دي علشان يبتز الناس ويبتز الناس في الفلوس ويبتز الناس بطريقة وبعدين هم كمان بيستخدموا يعني عايز أقول بيستخدموا دول في مناطق الشرق الأوسط بشكل كبير علشان عارفين أولا أن ممكن الناس يبقى عندها شوية فلوس أكتر وأن الناس هتبقى الفضول في أنه كمية التليفونات والسوشيال ميديا الناس بتدخل عليها كتير. فدلوقتي احنا كنا بنتكلم في موضوع اللي هو ايه الاول تهمه فانا لازم اخاف على نفسي في بقى عباره اسمها عن قصد او دون قصد يعني دلوقتي في الجريمه اللي احنا بنسلط عليها الضوء النهارده اللي هي النصب الالكتروني الرصد والتحريات وصلنا لمرحله ان في عدد ما يقرب من 6000 مشترك في منصه معينه او اخر عمليه نصب. طيب المحفظه الواحده بيتم التحويل ليها يوميا 6000 جنيه وعلى مدار الشهر 50000. طب انا اقدر اجيب اكتر من محفظه ازاي؟ في عندي حاجتين العصابه دي خدت بعض الناس اللي اشتركت واقنعتهم ان هو يعمل محفظه برقم تليفونه ويديله عموله شهريه بناء على تحويل الاموال. وفي ناس تم اخذ المحفظه بتاعتها واستغلالها من غير ما تعرف هنا بقى احنا في صدد بتاريخ النهارده. طب الناس هنا هتقلق لانه المحافظ الماليه دي موجوده الناس بتستخدمها في حاجات كتير. المحافظ الماليه المربوطه بارقام الموبايل لاحدى شبكات الاتصالات. ايوه طيب كده انا المحفظه مربوطه برقم موبايل. ايوه صح. ودلوقتي انا بعمم بقول انا بقول في المطلق المعلومه. ايوه طب انا النصيحه دلوقتي نعمل ايه بقى على الهواء؟ نعمل ايه؟ اي حد بيتابعنا دلوقتي ولازم رجاله السوشيال ميديا بقى تشهر الكلام ده فورا ندخل على الاب ستور او البلاي ستور متجر التطبيقات على الموبايل ونكتب ابلكيشن اسمه ام واي ماي سبيس مسافه ان تي ار اي نترا يبقى ماي نترا اللي هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تمام يبقى كده مصر. بالظبط اصرت واقرت وخلاص نزلت الابلكيشن اللي هو من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اسمه نترا يبقى ماي نترا. طب نزل الابلكيشن اعمل ريجستريشن اللي هو تسجيل بيانات. ايوه ادخل اعمل تسجيل بيانات برقم القومي. تمام. لو انت عملت برقم القومي دلوقتي هيبين لك الخطوط اللي حضرتك مشترك فيها. صح. طب انا وليد عندي رقم واحد ليه يظهر عندي ثلاث خطوط؟ فورا اروح الفرع واطلع بطاقتي والغي الخطوط دي او المحفظه. دي اهم حل اقوله على الهواء. ايوه صح علشان ما حدش يستغل. شوفي حضرتك بقى كمان ايه بقى في تحريات شغاله دلوقتي بتاريخ النهارده وهتوصل لرقم معين تم التحويل الاموال عليه هيجيبوا بياناته. ايوه تعالى بقى يتم التحفظ والضبطيه قضائيه ويتحاكم لحين بقى ما تثبت العكس. فدي اول حاجه لازم ننوه عليها. ايوه فالناس لازم تنتبه بشكل كبير. ما هو برضو انت موجود على السوشيال ميديا بس لازم يكون عندك نوع من انواع الانتباه يعني. مظبوط. فدي توعيه مهمه جدا للناس انه بالذات المحافظ اللي هي بيستغلوها اللي بيحول كاش لحد لازم يبقى عارف ان هي ومربوطه بالموبايل بتاعه لازم يبقى منتبه ليها طول الوقت يعني. ايوه ما هو داخل في عمليه انه عايز يسحب فلوس هيسحب ازاي ده بسيط. عليها الباشمهندس وليد مهمه جدا للكافه لينا جميعا. لابد ان تتعامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ال ان تي ار اي لانه بيقوم بدور وطني فعال جدا جدا وحمايه المواطنين. الاقي معظم المواطنين بيشتغل في الابلكيشنز النصب والانتحال. طب ده اللي هيفيدك ما بيشتغلش عليه ليه؟ اشتغل عليه وسجل بياناتك وتقدر تحمي نفسك. مظبوط مهم جدا. كلام مهم وهنفضل نتكلم فيه طول الوقت. الحقيقه انا كنت سعيده ان احنا حاولنا ندي شويه توعيه للناس خصوصا لما تبقى المواقع دي تبقى الناس برضو عندها نوع وزي ما انتم شايفين ده جهاز ده رقم جهاز هيكون معانا حالا على الشاشه زي ما حضراتكم ذكرتوا الجهاز القومي للاتصالات تنظيم الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات لانه هو موجود عندنا حالا اهو الناس ممكن تسجله نترا ماي نترا فالناس تقدر تنزله وتبقى الناس مطمنه ان دي حاجه بسيط. بعد اذنك انا بناشد السياده اعضاء البرلمان المصري
أيوة. ضرورة التحرك والإسراع في تعديل القانون رقم 175 لسنة 2018 لتغليظ العقوبات. لتغليظ العقوبات لأن الجريمة هتنتشر وتتزايد وأثرها مستمرة. أيوة. فلابد أن يكون العقاب رادع. أن 2018 التكنولوجيا المعلومات بتتطور وتتقدم. فلازم النظر فيها. تغليظ العقوبات بالزبط. خاصة بجرائم المعلومات بالزبط. والإنترنت. بالزبط. وده إحنا كمان بنبعته إلى البرلمان المصري. الخط الساخن 108 اللي إحنا قلناه، لو حسيت بقلق أو حسيت إنه في أي نوع من أنواع الابتزاز، خاصة في الابتزاز المالي والمواقع دي أو أي ابتزاز، ف 108 ده مهم. الحاجة التانية كل المحافظات في مديريات الأمن في مركز خاص بجرائم الانترنت والمعلومات يقدر يفيدكم ويأمنكم في نفس الوقت. مهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لجرائم المعلومات والانترنت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فاصل قصير نعود ونستكمل معكم ما تبقى الليلة في التاسعة. زي ما وعدناكم ان احنا بنتابع معاكم المباراه من اول ما بدانا التاسعه الليله. معايا من الكاميرون الناقد احمد درويش. مساء الخير والف مبروك. مساء النور يا استاذ شفقي. واخيرا يعني اخيرا مصر تتاهل. يعني كلمنا كده عن يعني اللي طبعا احنا عندنا هو الجول الوحيد اللي جابه محمد عبد المنعم، كان نفسنا في اكتر من جول. وقع المباراه كان عامل ازاي في الكاميرون في الاستاد؟ والله ما فيش مباراة سهلة، كأس الأمم الأفريقية 2021 حاصلة بالندية وحاصلة بالمفاجآت، يعني مش منتخب مصر بس اللي هو موجوده عكس المنتظر، احنا شفنا منتخبات زي الجزائر بتعاني عشان تصعد، شفنا منتخبات زي السنغال صعدت وتصدرت المجموعة باثنين تعادل سلبي ومكسب بهدف، يعني تصدرت المجموعة بهدف وحيد، فمنتخب مصر النهاردة حقق الهدف الأول بالصعود بست نقط، تلقى مرماه هدف واحد في مباراه نيجيريا، وبالتالي المستوى بيتدرج من مباراه الاخرى، وان كان هذا ليس مستوى منتخب مصر المعتاد للجماهير المصريه، لكننا نامل ان شاء الله ان المباراه يوم الاربعاء ان شاء الله في دور ال 16 منتخب مصر يقدر يطور مستواه ويقدر يوصل لدور 8. هل كان ممكن نحقق يعني اهداف اكتر؟ حاسس ان احنا اهدرنا. شوفي حضرتك، الجميع او ظننا الجميع ان منتخب السودان سيكون لقمه صائغه في يد المنتخب المصري او في المنتخب المصري، وتوقعنا جميعا ان المنتخب المصري ممكن يكسب 2 3 4 لان منتخب السودان بيمر كبوه ونتائجه هزيله منذ كاس العرب وتغيير مدير فني، لكن فوجئنا النهارده بنديه واضحه على منتخب السودان، شفنا رقابه لصيقه لمحمد صلاح، حتى محمد صلاح كانت رقابة جامدة جدا على محمد صلاح، وإن كان صلاح اجتهد بشكل كبير جدا جدا في محاولة صنع الخطورة وصنع الفرص لزملائه، لكن النهارده منتخب السودان كان ند قوي جدا جدا وكاد أن يتعادل في بعض الأوقات من الشوط الثاني، لكن عايزين نقول إن منتخب مصر الهدف الأسمى لينا إن إحنا حققنا التأهل، والهدف الأسمى لينا إن إحنا تعاضدنا مع منتخب نيجيريا، وده واقع بالنسبه للمجموعه بتاعتنا، ان الطبيعي ان مصر ونيجيريا او نيجيريا ومصر يصعدوا كاول وثاني، علينا ان ننظر الى الخطوه المقبله امام المنتخب الذي سيتحدث غدا من الجزائر او كوتيفوار او سيراليون او غينيا، لانها مجموعه متشابكه جدا، وان كنا طبعا نتمنى ان نبتعد عن كوتيفوار او الجزائر ان شاء الله. طيب انا عايزه بس اكلمك دلوقتي بالنسبه للتاهل، يعني احنا بكره في المباراه زي ما انت قلت كده بتاعه كوت ديفوار والجزائر، واللي هيفوز يعني دي هتبقى اول مباراه. توقعاتك ايه بالنسبه بقى لكل الفرق؟ زي ما انت قلت في البدايه ما فيش فرقه عملت اللي احنا كنا متخيلينه منذ بدايه البطوله. شوفي ابرز المنتخبات السنه دي او في البطوله دي لفتت الانتباه منتخبات نيجيريا بعلامه كامله 9 نقط، والمنتخب المغربي 7 نقط، دول قدموا مستوى متميز رهيب بيهم حتى الان. الفرق المرشحه الجزائر مثلا المرشح الاول بيعاني، عنده نقطه، ينتظر بكره حزب برما. السنغال كمان من الفرق المرشحه في ساديو ماني زي ما قلت لك 5 نقط وصعد اول وما حرصش غير هدف واحد.
فغانا كمان ودعت البطوله. احنا شايفين السنه أيوة. دي 2021 هي بطوله الاهداف، بطوله المفاجات ونظره الاهداف، يعني مفيش اهداف كتير في البطوله أيوة. اهداف قليله ومفاجات كتيره، ده حاجه عامه في البطوله حتى الان. طيب يبقى اذا تتحدد غدا مصر هتقابل مين، كوت ديفوار او الجزائر؟ ده اللي هيتحدد بكره ان شاء الله، او سيراليون او غينيا، يعني ده او ده الاربعه فرص، والاربعه ممكن اي حد فيهم يتصدر المجموعه. الموضوع في بكره مجموعه متشاركه وحسبتها معقده، ستنتهي حسبه مع سفيره الحكم اكيد. افضل لاعب كان موجود النهارده انت شفته في المباراه مين في المنتخب؟ والله يعني انا عجبني جدا، انا مستوى الشخص عجبني جدا مستوى محمد عبد المنعم. محمد النني من افضل مباراه ليه في هذه البطوله، الثلاث ماتشات محمد النني، كمان محمد صلاح الماتش ده هو افضل من حيث الثلاث ماتشات، من حيث المجهود ومن حيث الجري ومن حيث الاجتهاد. لا منتخب مصر النهارده كان في اكثر من عنصر متميز، لسه في عناصر بنبحث عنها. ايوه زي مثلا عمر مرموش، ما زلنا نبحث عن عمر مرموش كجناح ايسر بيلعب على حساب تريزيجيه. انا خايفه ان احنا نفضل نبحث لحد ما خايفه ان احنا نفضل نبحث عن ناس لحد محمد اجتهد النهارده بشكل كبير جدا جدا، وكاد ان يسجل مصطفى محمد، مستواه بيتطور من مباراه لاخرى. اكيد انا بشكرك جدا، وخايفه ان احنا نفضل يعني نبحث عن ناس كتير جدا بس تكون انتهت البطوله. بشكرك جدا من الكاميرون الناقد احمد درويش، نقلا الى التاسعه باخبار ويعني كواليس ما دار في مباراه مصر والسودان وفوز مصر 1-0 وتاهل مصر لدور ال 16. طيب هنروح بسرعه، عايز اختم النهارده اليوم مع الفراعنه، حكايات واسرار وقصص مع اسرار المومياوات الفراعنة، وإزاي قدرة الأشعة وعلماء الأثار من إعادة كتابة التاريخ. هتقولوا ده إزاي؟ ده اللي هنعرفه تماما مع دكتورة سحر سليم، وهي خبيرة أشعة الأثار. إزاي الأشعة تقدر تقولك على تاريخ حاجات كتير جدا؟ هي في ضيافتي في التاسعة، خليني أرحب بيها. دكتورة سحر مساء الخير يا فندم. مساء الخير، وشك حلو على مصر اصلا يعني، اهلا بيكي. انا عايزه اعرف من خلال الدراسات يعني اللي حضرتك قمتي بيها، ايه ابرز المعلومات اللي قدرت او ساهمت الاشعه انها تنقلها لنا او نعرفها؟ انا هتكلم على اللي احنا ساهمنا فيه كمصريين، ولوزاره السياحه والاثار المصريه وبايادي مصريه خالصه، واحنا في يعني مشروع المومياوات المصري اللي انا أشرف أن أنا أكون عضوة فيه من سنة 2006 إلى الآن، كشفنا على الكثير من أسرار المومياوات الملكية اللي احنا درسناها، فبالتالي احنا أسرار الملوك والملكات العظام. فمثلا توت عنخ آمون، وإن هو يعني ما ماتش في مؤامرة، بأن هو تم قتله بضربة على الرأس بالأشعة المقطعية. كشفنا أن العظمة اللي موجودة في الرأس كانت من جراء المكتشف بتاع المقبرة هوارد كارتر، لما حاول ينزع القناع الذهبي ففصل جزء منها، فده في وقت الاستكشاف بتاعه، في وقت الكشف. فالعظمة الصغيرة دي بالأشعة اللي اتعملت، الأشعة العادية اللي اتعملت في الستينات، قالوا لا ديت ضربه على الراس، وعملوا فهو مات كده، وعملوا ده سبب موته، وعملوا كده قصه. ونبحث برضو مع احنا بنشوف الصور دي، صور لاشعه للاثار، يعني دي اول كمان مره برضو احنا يعني نبقى متاكدين بانه الاشعه دي. هل ممكن الاشعه تقول لي كان عنده مرض ايه؟ كان تمام بيعاني ايه؟ او سلاله مين؟ خليني اعلق على الفيديو. فضل. الفيديو فضل. ده كان في حفاير سقاره، وده في بير دفن 30 متر تحت الارض. وانا بنزل بالاشعه اللي هي يعني الاشعه المتنقله في البير تحت 30 متر تحت الارض. والاجهزه ديت والاستعدادات دي كلها يعني انا مصمماها بحيث انها تبقى يعاد فكها وتركيبها سهله، تنزل معاكي تحت، تنزل معايا واركبها في الداخل. وده له اهميه كبيره قوي
ده لصعوبة ان نطلع الحاجة، فالحاجة احسن تفضل في البيت. بالظبط كده، لان احنا طلعنا المومياء 30 متر هتتكسر على بال ما هتطلع، فاحنا بنفحصها في وضعها الحالي وبنشوف مين اللي هيحتاج ترميم ومين اللي في حالة جيدة بحيث انها ممكن تترفع ومثلا نعملها بالأشعة طبعا البقتعية. احنا واحنا شايفين حضرتك هنا متصورين انك في اي مكان، لكن انت موجودة 30 متر تحت، يعني حتى الاكسجين اقل، ده والحراره شديده، والحراره يعني دي حاجه صعبه جدا. ده صحيح، بس برغم من كده يعني الاثار والمومياوات تستحق ان احنا نبذل تستحق مجهود التعب يعني وقله الاكسجين. صحيح. طيب دلوقتي احنا يعني برضو عودا للسؤال، يعني هل احنا بنقدر نقول والله نحدد الامراض اللي كانت موجوده عندهم او سبب الموت او 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 حتى السلالات كانت عامله ازاي؟ يعني ده سؤال جميل قوي، وده فعلا احنا بنقدر نعمل كده، وده نتيجة لعملية التحنيط اللي القدماء المصريين عملوها على أعلى درجة وحفظ للأجساد، بحيث انها زي انا دايما بقول دي كبسولة زمنية، يعني زي الجسد ان هو اتحفظ بحيث ان احنا نعرف ان الانسان اللي عاش من 3000 سنه ده ايه الامراض اللي حضرتك ما قالش. انت بتتكلمي دي السيده انتصار السيسي السيده الاولى الحقيقه، وده تكريم يعني تكريم جميل الحقيقه. ده فعلا ده ايقونه المراه الناجحه، ده كان العام الماضي، وده كان ده تكريم لكل سيده مصريه يعني بتبذل من وقتها ومن علمها لصالح المنفعة. لا أكيد، وإحنا دايما بنبقى سعداء، يعني سيدة انتصار السيسي الحقيقة دايما بحس إن هي عندها يعني اهتمام كبير بالعظيمات المصريات الرموز المبدعات في مجالات كتير مختلفة، بلاقيها يعني هي سباقة الحقيقة إن هي تشيد بالمرأة المصرية طول الوقت. هو يعني فعلا، وحتى يعني أي جايزة حد بياخدها مننا يعني ده عبارة عن تمثيل لأخريات يعني برضو لهم اعمال. اكيد. فكنا نرجع للجسد البشري اللي هو الموميا المحفوظه. حضرتك دي المومياوات اللي في متحف الحضاره. دي في المتحف المصري، وده كان حاجه مهمه قوي ان احنا الجهاز الاشعه اللي حضرتك شايفاه ده أيوه. في حديقه المتحف المصري. ايوه. وده كان مناسب قوي ان احنا بننقل المومياء الى الحديقه للكشف عليها، فكان لازم قبل ما ننقلهم للمتحف الحضاره ان احنا نعمل كشف بالأشعة المقطعية لكل المومياوات التي لم يتم يعني عمل الفحص لها من قبل، فهو ديت اللي احنا كنا بنبص عليهم. لما يعني آخر متحف رحته متحف الحضارة وشفنا المومياوات، يعني الحقيقة كان في يعني انتباه كبير جدا للأسنان الموجودة، للشعر الموجود، للتحنيط العظيم، حتى الرفات يعني الكفن نفسه موجود. إلى أي مدى تقدر الأشعة يعني مع مرور احنا بنتكلم في 7000 سنة، ازاي الأشعة تقدر ترصد يعني تاريخ وحقائق مع رغم كل السنوات العظيمة دي؟ يعني أحدث بحث احنا نشرناه كان لسه من عدة أيام، من 28 ديسمبر بالضبط، وحاز على يعني من أحسن 10 اكتشافات أثرية في العالم كله، مش مصرية بس في العالم كله، سنة 2021. هو إن احنا كشفنا عن لفائف الملك أمنحتب الأول، وده بالأشعة المقطعية وبدون إن احنا نلمس المومياء، وكشفنا عن وجهه. احنا كان لسه كان في صورة معروضة، كان لسه في صورة لوجهه معروضة، وده من التقنية والعلوم اللي احنا بتساعد في الآثار، ومن ضمنها الأشعة. الأشعة عندها القدرة على اختراق الأجسام بطريقة حتى مع مختلفة كل السنوات دي بطريقة مختلفة حسب كثافة الجسم. فمثلا ما تقدرش تخترق العظم ولا دي أمنحتب، ده أمنحتب. المومياء جميلة قوي جدا، بدعوكم تشوفوها في متحف الحضارة. المتحف الحضارة اتنقلت متحف الحضارة. وده الوجه بتاع الملك من خلف كل القناع واللفائف، يعني هو ده الوجه. القناع والقناع واللي هو الموميا بداخل بداخل ده كله. تخيلي ان كل ده تم بواسطه الاشعه المقطعيه وبواسطه يعني التقنيات الكمبيوتر، ان انا قدرت اشيل كل اللفائف
اللي هي الاف الالاف اللفائف. طيب انا عايزه امنحطه بتحديدا، كان في تصريحات اجنبيه كثيره اساءت في حقه، هل هنا الاشعه برئته بقى يعني حق المومياوات يعني اتكلموا يعني عليها؟ تمام. هو امنحطه الاول كان من ضمن المومياوات الكهنه في الاسر اللاحقه اللي هي في اسره 21، كان عايزه تحافظ على المومياوات الملكيه للملوك السابقين، فاخذته من المقابر بعد ما تعرضوا للنهش من حراميه المقابر، واخذوهم واعادوا دفنهم في خبيئات في حفر جوه الجبل اللي احنا اكتشفنا الخبيئه الملكيه بتاعت الدير البحري اللي من ضمنها الملك امنحتب الاول. ولكن كل المومياوات دي تم الكشف عنهم لما جوه القاهره، كان سلام كلامنا سنه 1800 يعني واواخر 1890 او حاجه زي كده، وتم فعلا كشف عن كل اللفائف ما عدا الموميا ديت. فاحنا فقدنا ان احنا نعرف كهنه الاسره 21 عملوا ايه، ما نعرفش عملوا ايه، احنا فكينا. الموميا الوحيده اللي احتفظت بكل الاسرار هي كانت امنحتب الاول، وبينت لنا ان الكهنه دول اتعملوا معروف كبير في ملوكهم السابقين، وان تم الحفاظ على جثمان الملك، بالعكس كمان حطوا العديد من التمائم وحافظوا، حتى الملك بيلبس يعني حزام من 34 خرزه ذهبيه. لو كانوا عايزين يسرقوا كان الكلام بيتقال ان هم ديت عباره عن طريقه لسرقه محتويات الملوك لاستخدامها لملوكهم في الاسره 21. طبعا كل الحاجات دي كلها من دي كانت حاجات مسيئه، مش من المستشرقين هم يعني المستشرقين اللي بيجوا بيقولوا الحاجات دي كلها. احنا بالعلم وبالدليل بنثبت ان لا، يعني زي ما احنا كمصريين بنحافظ وبنقدر مثلا ملوكنا وزعمائنا، فنفس الشيء السابقين كانوا برضو بيقدروا ملوكهم. وهنا التاريخ بقى اللي هو انا مصري، انا فاهم المصري اللي زيي، حتى ولو كان جدود يعني جدود وجدود، احنا عارفين التاريخ بتاعه ده صحيح. واحنا كمان بنصلح التاريخ او كتابه التاريخ بس بالعلم صحيح. يعني بدون تحيز وطني، لان ده هيبقى مش علمي. احنا أكيد بنعمل كده بس بشكل علمي اكيد. الحقيقه دكتوره سحر، اصله يعني الخبيئات، هستخدم كلمه خبيئه لاني بحبها، اللي بيستخبى فيها الحاجات، عندنا يعني كواليس واسرار كتير هتفضل موجوده مع التاريخ ده. انا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت كان صغير بس المعلومات كتيره، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا في التاسعه دكتوره سحر سليم خبيره اشعه الاثار، ونورتينا في التاسعه. وده كان الختام النهارده، الحقيقه ختام على الاقل حلو. انا بصراحة كنت قلقانة، الماتش الساعة 9 والدنيا برد، وقلقانة ان الناس تبقى زعلانة. صحيح احنا نفسنا قوي انه يبقى مستوى الفريق بتاعنا احسن وافضل ويقدم احسن، بس خلينا ورا منتخبنا وان شاء الله الدنيا تتحسن. بعد قليل هينوركم اكيد الزميل كريم رمزي ورقم 10، وهيحلل بقى وهنشوف حاجات كتير وتسمعوا كلام كتير. اما انا فألقاكم غدا بإذن الله في التاسعة، مني كل السلام، تصبحوا على ألف خير. Here.